خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من محل اقامه النادي الاهلي نتعرف على اخر اخبار الفريق وتفاصيل يومه النهارده. اتفضل فاروق. كل التحيه ليك يا ساره، كل التحيه ليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من بلد الغريب مدينه السويس، وقبل لحظات من توجه فريق النادي الاهلي لملعب استاد السويس الجديد لمواجهه فريق الاتحاد في الدور نصف النهائي لكاس مصر. نتكلم على تفاصيل اليوم واستعدادات فريق النادي الاهلي لهذا اللقاء، واحده من المحطات المهمه للنادي الاهلي في مشواره نحو بطوله كاس مصر واستعاده كاس مصر الغائبه عن النادي الاهلي لثلاث سنوات. النهارده فريق النادي الاهلي، يعني لو هنتكلم عن تفاصيل اليوم، كان فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. من المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين كانت في تمام الساعه 4:30 عصرا. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيركز ان دي وقت اطول للمحاضره، يتكلم مع اللاعبين في بعض النقاط الفنيه ويعلم من خلالها التشكيل اللي هيخوض بيه اللقاء. مستر بيتسو موسيماني قبل المحاضره كان يعني في جلسه منفرده بيتفرج على بعض الفيديوهات لفريق الاتحاد ويقف على نقاط القوه والضعف فريق الاتحاد. قبل يعني عقب وجبه الافطار كان اجتمع مع افراد الجهاز الفني في المطعم بعد تناول وجبه الافطار، وقدر يتكلم مع الجهاز الفني. وطبعا مستر بيتسو موسيماني بيفتح دايما باب النقاش مع افراد الجهاز الفني لكل الامور الفنيه الخاصه بالفريق. من ضمن الامور المهمه ايضا النهارده كان في مجموعه من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه موجودين النهارده، كانوا حريصين على الحضور لمقر اقامه فريق النادي الاهلي لتهنئه لاعبي النادي الاهلي بالفوز بالبطوله الافريقيه والنجمه التاسعه، وايضا كانوا حريصين على التقاط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. اكد عليك بقى على يا احمد على الحاله الفنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي وحاله الجاهزيه، واحده من المباريات المهمه جدا طبعا للنادي الاهلي، ولكن حاله الجاهزيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من اختيار التشكيل نظرا للجاهزيه اللي عليها ال 22 لعيب الموجودين في هذا اللقاء. احنا خلال لحظات الفريق هيتوجه الى ملعب للمباراه، طبعا مباراه مهمه جدا نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي لهذا اللقاء. كانت الاتحاد المصري كان اعلن طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء بقياده محمد معروف حكم الساحه، يعاون محمود ابو الرجال سمير جمال لحكمين مساعدين، وحكم رابع عبد العزيز السيد محمود دسوقي لتقنيه الفيديو. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من امام مقر فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات من توجه فريق النادي الاهلي لملعب المباراه. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو، وكل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. بشكرك فاروق صلاح، يعني الحقيقة كأننا قاعدين معاكم دلوقتي بتنقل الصورة بشكل مثالي جدا.